التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، والتحديات تتجدد على أرضية هذا الميدان. شوط يبدأ وشوط ينتهي بالإثارة. بعدما تابعنا معالي في الشوط الماضي محمود بن سعيد آل نيبي، تهانينا وناموس دقيقتين و12 من الثواني. الشوط السادس ينطلق بحفظ من الله ورعايته والخاص بالقعدان المشتركات مباشرة إلى مقدمة الشوط للمركز الأول. من يفتتح الندى الدكتور عبد الله بن مبارك برويشد الشامسي، من يتقدم الجموع ويقدم لنا الدكتور أخذ المركز الثاني. الوصول على المركز الثاني هنا مع هملول حمد بن سالم الربون العامري على المركز الثاني وثالث المراكز. الوصول هنا في هذه اللحظات والتقدم على المركز الثالث في هذه اللحظات. أتابع بعد المركز الثالث الأسماء الأخرى، الشعارات الأخرى، الحاضر بالانطلاق والحاضر بالإبداع الكبير والمثير، ولكن أذهبنا بعربة النقل وبالكاميرا وبالعدسات إلى الدكتور إلى برويشد على مقدمة الشوط. يتقدم بالدكتور دكتور ذكرى والله على هذا النوع، ما شاء الله وتبارك الرحمن، على هذا الإبداع، على هذا الحضور، على هذا التقدم. هذا هو الدكتور يتجه نحو خط النهاية بدون أي منافس على الإطلاق. وهذا الدكتور صاحب إنجازات، صاحب عوايد، شارك في أحد الأسابيع الماضية، حقق الفوز وحقق الانتصار. يأتي في هذا الصباح ليثبت للكل، ليثبت جدارة هذا الشعار وجدارة هذا الاسم. تهانينا يا برويشد على فوز الدكتور وعلى حصول الدكتور على ناموس هذا الشوط. عبد الله بن مبارك برويشد الشامسي لحظة الوصول، العبور نحو خط النهاية. المركز الثاني مع بن ضبون وثالث المراكز. وصل السفير مع النشمي مسفر بن ناصر بن ياسر آل نيبي دقيقتين 8 من الثواني مع الدكتور عبد الله بن مبارك برويشد الشامسي والدكتور صاحب انجازات سابقة. ياتي هذا الصباح ليكرر الانجاز. تهانينا والناموس.